أبدأ من حيث انتهى سعادة مندوب سوريا الذي طالب فيها مجلس الأمن بتطبيق قراراته المتعلقة بالإرهاب، وهو أدعوه بأن تطبق السلطات السورية قرارات مجلس الأمن الخاصة بالملف الأسلحة الكيماوية والخاصة بالملف السياسي، وعلى رأسهم القرار 2254. هذا الذي ندعو له في مجلس الأمن، هذا هو موقفنا الرسمي. أنا لا أريد أيضا يتحسس من موقف الكويت الذي نتحدث فيه في مجلس الأمن في الجلسات المفتوحة. موقف الكويت الرسمي تعرفه جيدا، وهو نريد حل سياسي في سوريا. طبعا انتقدت حاملي القلم في بإسهاب من أول مداخلتك إلى آخر شيء، وادعيت بأن احنا حتى الاعتداءات الإسرائيلية لم نتطرق لها وكذا. احنا دائما ندين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ودائما ما نؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها. وحتى في موضوع الجولان، عندما اعترفت الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان، احنا كنا من ضمن الدول التي طالبنا بجلب الموضوع لمجلس الأمن ومحاولة إصدار مشروع قرار في هذا الموضوع، ولكن أنتم من عارضتم هذا التوجه ولم تريدون أن نأتي لمجلس الأمن لطرح مشروع قرار خاص يدين الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.